السلام عليكم خوت، جيسبيغ تكونوا مزيان. صافا كلشي صافا كلها. هذا اول فيديو عندي في لاشين ديالي، ان شاء الله غادي نتكلم على الدريسر في الماني لوا، الماكله، ما هي الماني لوا، التعريف ديالها، البريزونطاسيون ديالها، اي حاجه اي حاجه تعلق بالماني لوا ان شاء الله غادي نبحث عليها وغادي نبارطاجيها معكم في اليوتيوب. العيب ديال الماني لوا هو فمه، والله العيب ديال الماني لوا هو فمه، الكرساج فمه. ماشي مشكل، نصبرو كاملين باش تلعبو كيف نتوما. أول حاجة فاش غادي تشري ماني لوا، فاش غادي المهم دابا ندير فيديو آخر مع هذا. أول حاجة فاش غادي تلقى شيا ولا أن ماني لوا، أن بيرجي، أرمو، روت، وايلر، دوك أرجنتين، شحال من حاجة. المهم غادي نهضر عليها فاش أول مرة غادي تجيبو، شنو غادي تكون، فاش يكون صغير، شنو غادي تعمل معاه، شنو غاتعطيه، كيفاش، شنو ديرلو. المهم هاد الحلقة الأولى عندي غادي تهضر كيفاش تعامل مع كلبك النهار الاول باش يولي فاهمك وتفهمك. كيفاش تتعامل مع كلبك تفهمو يفهمك وتفهمو، فهمتين؟ يعني الحلقة الأولى غادي نهضر عليها هي دي أول حلقة عندي، اللي أول حلقة عندي في لاشين، هي كيفاش الكلب يشوف في عينيك وتشوف فيه. مجرد تشوف فيه يشوف فيك، تعيط له يشوف فيك. هذه اللي غادي تكون البازي عليها اليوم، وانا عندي شويه باس لهذه قبيح ما تفرسناش. ايه اوف، الدريساج ديالي تنستعمل فرماج وكليكر، هذه اللي تنستعمل انايا. من بعد ماشي ديما تنستعمل فرماج وكليكر، تنستعمل تا تينيسا. تنستعملهم هادو بجوج، تنستعمل تينيس، فرماج، كليكر، باش نبقى نقاتليها باش ديما تبقى تشوف غير فيا. هو ديجا هاد العملية أنا خدمت معاه، من أول مرة غادي نبارطاجيها حيت أنا شريت كاميرا وماتريال، غادي نبارطاجي معاكم هادشي من أ حتى زد. دابا ديزي بيرجي ماني لوا فيميل، عندها 4 شهور، إن شاء الله هذا هو اللاج باش تبقى تدريسي وكلابكم، وكاملين تمشيو معايا إيطاب باغ إيطاب باغ إيطاب، حتى كاملين غادي ندريسي وكلابنا. راسنا براسنا، ولكن النصيحه اللي غادي نقدم لكم هو بانه خاصكم الصبر. الدريساج ما كيبغيش نهار ولا يومين ولا سيمانه ولا شهر، كيبغي ايام، يقدر حتى سنوات باش نوصل داك الدريساج اللي بغيتي. اون بليس الدريساج ما محدودش، فيه بزاف الحوايج. تستعمل شويه فرماج في يدي بحال هكا، وعندي الكليكر في يد الاخرى. ديزي اسي، مجرد نعيط ليها هي تشوف فيا نعطيها كليكر. ديزي هي راسي نورمال في الاول تتبقى تشوف في يدي، ولكن يدي تتكون قريبة لوجهي، هي تشوف فيا تعطيها. ديزي هي دابا تصحيح ما قالش حاجه سميتها التينات، تبقى ملاهية معاها ماشي مشكل. هو الدريساج في الاول ما عاد تقدر تقعد تتعامل مع كلكم، هو غيبقى يجي هادشي غريب، غادي يبقى يتجنب هادشي، غيبقى يتجنبو ويهرب ويكحز. الاول الدريساج في الاول احسن تبدا بينك وبين السطح بحال هكا في داركم في بيت، يكون خاوي ما عندوش شي حاجه يتلهى بها، حيت يبقى يهرب يبقى يمشي يتلهى بحاجه اخرى. ابخي ديك الساعه تسنقا باش يبقى الدريساج عندك تسنقا. Thank you.
ديزي ديزي دي. ديزي Daisy. ندير عملية اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى غادي تكمل غتولي مجرب تعيط ليها عالدور تشوف فيه إذا دي أول عملية خصك تبدا بيها في الدريساج عي تعيط له يشوف فيه يكون معك أكتيف عينك في عينه ماشي هو أنت تدير حاجة هو كيدير حاجة أنت تدير حاجة هو حاجة كيف نشوف دابا هي ملاهية مع التناسة حيت تبغي التناسة ولكن كيف كيقول له اعطيني نعطيك واحد الميزان اعطيني نعطيك ادير واحد الحاجه بغيتيها انت غتعطيها هي في الاول مجرد دير 3 ثواني 4 ثواني 5 ثواني تشوف فيك اعطيها ماشي تخسر تبقى تشوف فيك بحال هكا عاد تعطيها لا اليوم 3 ثواني غدا 5 ثواني بعد غدا 6 ثواني هي غدا مجرد تعيط لك تشوف فيك دايزي سي بي دايزي كيف مشيتي ورا شويه بشويه تتقطع
تعلم 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 تتعلم داكشي دابا فوق. ما كيف قلت لكم النصيحة هي بأن الدراسة رجع ماشي نهار ماشي شهر ماشي سيمانة أعوام يقدر ياخذك مي هاد الفلومة نعكسكم جبيها ما عندوش شي أوبجيكتيف واخا تعطيها 10 دقايق في كل بوك الصباح 10 دقايق في العشية غادي إن شاء الله تخدمو كاملين معاك لي باتو. Super, super.